فرق بس يا جماعه، اداره الاهلي ما عندهاش الجمهور ده خالص يعني. وبين اللي حب يلعب لعبه ممكن الجيم ده يتعمل بخبراتكم انتوا اساتذه، اللي هو فكره اذا كان هناك سمت شيء يعني بالنسبه يعني احطه بقى في وسط الناس عشان هو اللي يروح. ايوه بالظبط. مش بس كده، ده انا اقول ايه، اقول انه وده حقيقي بقى. ما هو الراجل امير توفيق شغله الشاغل انه طول الوقت بيدور على افكار من النوع بتاع لعيبه كويسه فبيخزن المعلومات، مدربين كويسين مش علشان مرحله ولا اوقات محدده. فربما لو انت عايز تمسك شيء قول انه دايما الاهلي مستعد اذا ما ارادت الاداره بدائل، مش تقول ان هناك 30 سي في و20 سي في واشياء من هذا القبيل. بالظبط، ما هو ده اللي قصده يا استاذ احمد. يعني اصلا هي مش قصه، خلاص زمان كان بنستنى الفاكس والحاجات دي لا لا. لكن انت رايح مساحه تانية لانه الاهلي مراد ان هو يبقى زيه زي غيره. يا جماعه وانا قلت لحضراتكم هنا بعض الكلام لو خدته بجد هتزعل. ليه؟ لانه الاهلي بيشتغل مؤسسي، اي حد عايز يفشل يخرج علشان يقول ايه هو انتوا عاجبكم اللي عملوا. بينما البرنامج انت متاكد ان عناوينه ومقدمينه ما لهمش دعوه بالموضوع ده خالص. دول مفترض انهم طالعين على يعني بروجرام تاني خالص، على مباريات تانيه خالص غير مباريات الاهلي، لكن فجاه تلاقي الاهلي في الموضوع. انا بس يا استاذ عصام عشان برضو كل جمهور النادي الاهلي الفتره اللي فاتت، هو امبارح واول امبارح تحديدا ده اللي حصل، واعتقد ان حضراتكم متوافقين معايا. عشان كده انا سالت السؤال ده، انا عندي اجابته وعارف ان وعارف معلومات عن هذا الموضوع، ولكن احنا في يعني ففي النهايه هو لا، موسيماني زي ما قال الاستاذ محمود هو مشروع داخل النادي الاهلي. بيتم الاتفاق مع موسيماني على كل شيء، وفي النهايه موسيماني ما هي الا اشاعات. كل ما قيل خلال الثلاث ايام اللي فاتوا، هو ده غرضي يعني من السؤال، كل ما قيل خلال الثلاث ايام اللي فاتوا ما هو الا اشاعات، وغرضه تأثير على استقرار الفريق قبل مباراة كده وإيقاف فكرة إنك أنت بتحاول تجود المشروع. بمعنى دلوقتي بقى في رؤية قدام المشرف العام على الكرة مفوضا من مجلس إدارته، وبطبيعة الحال الجمهور وجمعيته العمومية، ومعاه طبعا اللجنة الكابتن محسن والكابتن زكريا. وبالتالي المشروع، وده الكلام الطبيعي اللي سمعناه، في حاجه لجلسات علشان نقول هنستعيد ازاي عن الراجل بتاع التحليل الفني، وازاي ممكن يبقى مصري علشان الدوري المصري، وازاي المساعد الاول او الترينر اللي هو طول الوقت بيتكلم مع الراجل، او ما ممكن انك تقول ترميم الجهاز بعد ما اتنين مشيوا. انت بقى توقف كل ده فالرجل يشعر انه في حاجه. ما هو الراجل برضه مش من البلد دي، موسيماني، فانت عايز تأثر عليه، وده اللي خلى النادي الأهلي وبحرص مؤسسي بقى، ولا ذكاء ولا الكلام ده، لأن هي مش خطط، ده حرص مؤسسي. لما ازدادت الشائعات خرج على طول الموقع الرسمي ليؤكد أن موسيماني هو الموجود وأن المجلس يدعم موسيماني. الموضوع أغلق 100%. اللي جاي انك انت دلوقتي لا بس بعدها على طول حصل الموضوع بتاع جروس تحديدا. طبعا ما خلاص بقى، ما انت دي اخر طوبه يعني ايه، خلاص بقى لقيت انت الطوب اللي قبل كده ما عملش حاجه ومديها واحده بقى صوت وصوره يلا واخد بال حضرتك. وبالتالي انت هنا لازم الناس تبقى عارفه انه هناك فرق بين موسيماني مدرب الضروره اللي شاف الاهلي وعارف الاهلي واطلقنا عليه العنوان ده وقتها، اي واحد خواجه كان يجي كان يقول اتركوني موسما كاملا لارى، وهيبقى محق. الراجل ده شاف الاهلي وحلم مع الاهلي بمشروع يليق عليه في القاره، وده ما اعلنه لصحافه بلده قبل ما يجي النادي الاهلي. وبالتالي الان موسيماني في صن داونز زي ما صديقنا واخونا العزيز محمود قال، انه هناك كان بيلعب ب 11 لعيب وثلاثه، ودي سمه الكوره، خاصه ان الناس هناك برضو ما عندهاش خمسه شارع الجبلايه، لا الجبلايه اللي عندهم فيها شويه وقت وفيها شويه اجازات فبيقدروا يفصلوا. اما النادي الاهلي فسكواده دايما كما الكبار، الكبار اللي عنده في كل مركز اتنين بيكسروا بعض، طبعا بعيدا عن العنف، علشان واحد يسمع اسمه التاني ما بيقلش ربع درجه. اللي قاعد اللي انا بسميه دايما احتياط استراتيجي كده، زي رصيدك في البنك، مش بدلاء، مش دكه بدلاء خالص. وبالتالي ده اللي بدا موسيماني ينظر له، اللي هي فكره انه سكواد اللي معاه دلوقتي
في بدل البديل لا واحد ونص، مش هقول واحد واثنين، على الاقل واحد ونص، وده اللي عمل التدويره دي، ده اللي حط ديانج علشان حمدي فتحي التقط انفاسه، ده اللي حط عبد القادر، ده اللي رجع كهربا، وبالتالي هو ده بقى اللي موسيماني اعتقد في فتره زي ما الكابتن اسلام قال الى 20 يوم الراجل جه يا جماعه على مكنه دايره لم تتوقف اطلاقا خالص، خدها وهي دايره، استلمها وهي دايره. بقول لحضرتك ده عامل زي العربيه اللي نازله في منزل، فده راح ماسك في الباب وراح راكب وحط ايده على الدركسيون واشتغل واستر يا رب والحمد لله، طلع قماش على طول يعني، طلع طلعت راح مكمل المشوار وقفل الباب وساء. هو دلوقتي ركن عايز يشوف بقى هو هيروح المشوار ده في قد ايه، هو البنزين اللي معاه كافي ولا لا، هو دلوقتي بيحط الخيال الذي يحب هو انه يشوف فيه النادي الاهلي فيكسب بيه ثقة يستحقها، لانه مفيش حد عنده الرصيد ده كله يا جماعة، والناس لسه هتسأل هو مدرب ولا لا، يعني عيب والله عيب. كل انواع البطولات من اكبر اندية القارة محمود، اهلي زمالك وداني، بفكرك بحاجة بس، نفس التجربة حصلت مع من لما فاز بافريقيا وخسر الدوري. أيوة. لم يغفر له جمهور انه رغم انه خسر الدوري فين في بس هي لو كانت معكوسه بقى، اما انا بكلمك اهو استاذ، لا لو كانت معكوسه بمعنى ايه؟ انا يعني بمعنى ان الدوري هو اللي كان الاول، بعد كده انت كسبت افريقيا. انا بقول لك ما انا ما كانش هيحصل كل حاجه، ما انا بقول لك شفت انت الموقف، فانت قس على ايه؟ رغم انه ايه عمل موسم كان بدايه في الدوري لو تفتكرها، بدايه فيها مشاكل وهزيمه في من اسمنت السويس ها؟ أيوة. وقتها وبعد كده النتائج كانتش برضو في المستوى الدوري، كانت برضو ايه اتعربت شويه أعتقد. لكن في افريقيا مشيت معاك، مشيت معاك وكملت. لما جيت دوري وخسرت في المباراه بتاعت 4-4 المباراه الشهيره مع الاسماعيلي، من اربع مباريات الكوره اللي اتلعبت، اربع مباريات الكوره. لكن انت الجمهور برضو بعديها ايه كش شويه، والراجل مشي في ظروف وقتها كلنا عارفينها، وبعد كده رجع بعد كده على حصان ابيض لو تفتكر، وعلى طياره خاصه وجابته من البرتغال لغايه هنا، وبدا ايه الفتره الذهبيه اللي تالق فيها النادي الاهلي مع مجموعه اللعيبه اللي اعتقد مش هتتكرر تاني غير بعد 20 سنه. فاعتقد انا بقول لحضرتك كده ان شاء الله. اذا انت دلوقتي اتكررت تاني 20 سنه عدوا، انت دلوقتي بقبل وضع اقرب انه يبقى طبيعي من حيث اجازه ولو اربع خمس ايام يتبعها خريطه الطريق، واكيد برنامج عمل من موسيماني والذين معه علشان يبدا. بس فعلا المطلوب الحقيقه ان اي حد من الزملاء الشبان تحديدا اللي بيغطوا يبدا يقول لنا انه شايف في ملعب النادي الاهلي الصبح في مران يعني فردي، في واحد مثلا زي قفشه وعلي معلول، لا الحقيقه ما حدش بيقف عند فاول لوحده، لازم نشوف شويه تكتك، لازم نشوف اوفرات، لازم نشوف ناس بتلعب هيدر. انا شفت مستر يعني كالوتشاي واحنا صغيرين معلق للكابتن مجدي عبد الغني كوره كده في حبل وبيطلع يلعبها، وشفت الكابتن علاء ميوب ربنا يديله الصحه وبيعمل تاكلينج عشان يقف بالكوره ولم يكن الاحتراف. وانا شفت فيليكس، ما انا بقول لحضرتك جابوا الاهلي كان كل ما يقع كل مباراه كل ما وقع كان مستر هولمان جايب كابتن ماهر همام ربنا يديه الصحه الصبح وحده بيقعد يتمرن معاه ساعتين ازاي يلعب عليه مان تو مان، ازاي يتحمل. بس ده امتى؟ ده امتى طبعا فتره فتره اللي عندما يكون عندك الوقت طبعا ان انت تقدر تعمل بس ضمن الوقت. خلينا بس يا استاذ عصام نرى بس اكمل جملتي اللي هي نرى اليوم، مش اليوم الكامل زي احنا مش في اوروبا يعني، لكن اليوم الذي يشهد مران تخصصي وشواخص مش عارف ايه والكره دي بتتعمل ايه. صح عندك حق. بعض الاشياء اللي انا اشعر ان لعيب النادي الاهلي مؤدي اغلب وقته في اليوم بصراحه شديده. حلو جدا. ولكن ده استاذ عصام انا وجهه نظري دي مش برده مش معلومه برده عشان محدش ياخد كلامي يوديه في حته، لكن اللي انا عارفه او وجهه النظر في هذا الموضوع ايه، ان الفتره اللي فاتت ما كانش في وقت انا بقول اللي ما هو هيجيبه لكن اللي جاي بقى ال 20 يوم اللي جاي انت عندك كمان خلي بالك اللي انا قلته انت عندك سبع انه اصلا هيجيب منين وقت يعمل ده، عندك سبع لاعبين مش موجودين ورايح او اكتر ورايح لازم ده يبقى المشروع، لان انا متاكد ان ده المشروع. ما المشروع هيكون ايه؟ ان انت يبقى عندك فرديات وجماعيات واداء جمالي، واللعب بقى الحقيقه اللي هي ما يبقاش بقى شغلتي بلس 90، مش بقى حكايه تتعمل معايا، كل الفرق من حقها تطمح، لكن في لقطه كده بعد الجون اي جون حتى لو 2-0 تلاقي الفرقه هدت اللعب كده. لا اظن ان ده اختراع اهلاوي يعني.